عز الدين. عز الدين عوض هو الكابتن، هو القائد للخطيبة. يا حبيبي يهدي هذا الهدف ويسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني إذن في الدقيقة 31 بالشوط الثاني يسجل الهدف. شوف عزيزي المشاهد، هنا لعبها صح الخلف، لعبها صح المدرب الخلف. تقدم هجومي للبرتقالي، ولكن الانتباه إلى الحالة الدفاعية بواحدة من الكرات. للأمانة هكذا هي كرة القدم. أنت عاشق البرتقالي، أعلن تماما.